نرجع سوا لسينجت الليلة. حقيقة بهالحلقة حظنا كبير مع البنات المهضومين والحلوين، وهلأ رح أعرفكن على بنت كتير مهضومة، الدنيا مش ساعتها. ملك بونسوار. هاي، كيفك؟ منيحة. منيحة؟ مين قاعد حدك؟ بابا. حضرتك والدة؟ أهلا وسهلا فيكم. ملك، هلأ أنا وياكي بدنا نقول للمشاهدين أنه عنا شيء كتير حلو بدنا نفرجيهم إياه، هو ريبورتاج عنك وعن أهلك. أوكي؟ يلا منقول أنا وياكي ريبورتاج. 1 2 3 ريبورتاج. حمود، عمري 8 سنين. ما تفكروني انه انا صغيرة، انا كبيرة، بعرف اعمل كتير اشياء. بحب اطبخ كاتو، بلعب جيتار، درامبس وفلوت، وبحب اعمل ميك اب. اكتر شي بحب سكاربينة تعمل ماما. بحب العب لقيطة، بحب العب غميضة، غني وارقص، ومش ساعتني الدنيا. ملك مهضومة، كاركتيرها كتير بتحب الحياة، بتعرف تعيش، بتعرف تنبسط، بتحب الحيوانات كتير وتهتم فيهم. أنا كتير بحب الحيوانات لأنه كل جمعة بروح بتسلى فيهم، بقعد على الحصان، بمشى الكلب، وكتير لطيفة لالي. بحب هيك أشياء. بحب المدرسة أول شيء حتى لأدرس كتير وأتعلم كتير، وخصوصا بالبيت بقرأ ساينس، يعني بحب كون دكتورة، بحب ساعد الناس. ملك بالصف تلميذة كتير بتحب تشارك، شخصيتها قوية، بتحب هي تكون center of attention. حتى بالملعب ملك كمان أنه كتير energetic، كتير active مع رفقاتها. عندي كتير أصحاب بلعب معهم، بحكي معهم، ضحكهم، كتير بيحبوني 100 على 100، بيحبوني كتير، وبدي قلهم إنه كتير بحبهم وميرسي. ملك شخصيتها قوية بالحياة وما بتخاف من شي ومرحة. هيدي بنت يعني اللي بيشوفها هلأ ما بيقول إنه كانت عم تمرق بأصعب تجارب الحياة. أنا عمري شي 7 سنين مرضت، ولأنه مرضت طلع لي بالليمفوما هيدا بالغدد، فعطوني دواء اسمه كيمو، عطوني two doctors، دكتور عمر and دكتور عمر. They give me medicine, they play with me. وصحت الدكتور قال لي ما ممنوع تزعلي، حتى لي إذا ضليت عم تزعلي بيرجع المرض. يعني كتير ساعدوني وأنا يعني بحفظهم بقلبي. زقفة كبيرة لملك، أكبر أكبر أكبر. ملك تعي شوي لعندي حبيبي، تعي شوي. تعي شوي لعندي. هلا أنا كنت بدي أقول لك شو هالروح الحلوة، وبدي أقول لك إنه مش معقول شو شاطرة وشو قوية بهالروبورتاج. شو هالروبورتاج هيدا قطيتي علي؟ رح تعملي مذيعة أنا شايفة، مش حكيمة. شو؟ بتجنني بتجنني، ما نزل مكياج، بتجنني. بدي أقول لك إنه بتجنني بهالروبورتاج. وشو رأيك إنه ندعي حدا بتحبيه أنت كتير؟ يلا أنا وياك. مين؟ دكتور عمر، دكتور سمر، هن بيضلون بيحكموني ويعني بيساعدوني كتير. منعيط لهم؟ يلا دكتورة سمر أو دكتور عمر.
أهلا فيك دكتور عمر، أهلا فيك. تفضل. بونسوار دكتورة سمر، كيفك؟ ماشي الحال الحمد لله. هلأ من الواضح يعني أنه الزغطورة ملك عندها رسالة حابة أنه تقدم لكم إياها هيك مباشرة على الهواء. الهيئة بتحبكم كتير ومش عارفة كيف بدها توصلكم إياها، حابة تجي على سينجت مش هيك ملك؟ يلا يلا تفضلي. Thank you so much for your help, Dr. Samar. I wish I could be like you. I wish I could be like you. I love you so much. I love you, Dr. Omar. You always keep me strong. You always keep me strong. You helped me for so long. Take care and please be strong. I never gave up, always hold on. You in my prayers every night. So much for your help, Dr. Samar. I wish I could be like you. I wish I could be like you. I love you so much. I love you, Dr. Omar. You always keep me strong. You always keep me strong. I want my friends to hold on. Take care and please be strong. I want to see you always smiling. You're in my prayers every night. Thank you so much for your help, Dr. Samar. I wish I could be like you. I wish I could be like you. I love you so much. I love you, Dr. Omar. You always keep me strong. You always keep me strong. شكرا لملك، تفضلي لحدي ملك، هالمرة بتقعدي حدي حدي. شو الغنية الحلوة؟ إذا ممكن الميكرويت حتكون دكتورة سما. قربي قربي ملك شوي لحدي. أحسن مني ما بهالمواهب كلها. You're going to be better than me. Thank you. هي قالت طبعا بالغنية وبالرسالة اللي وجهت لكم إياها إنه هي حابة تكون مثلكم لأنه أخذتكم قدوة لإلها يعني ومثال، إذا فينا نقول مثال أعلى. شو بتقولي لها دكتورة سمر؟ أنا بقول لها إنه من أول الطريق ملك كانت حدا يعني غير عن كل الناس. هي بتسلينا بدل ما نحن نسليها، هي بتضحكنا بدل ما نحن نضحكها. بقى أكيد بالمستقبل ما بعرف شو رح يطلع منا، إذا هلأ وهيك كيف بعدين. طيب دكتور عمر أو دكتور سمر، يعني قالت بالغنية أنه لازم تضل مبسوطة وأنتوا علمتوها أنه لازم تضل سعيدة، قديش التفاؤل مهم بهيك حالة بالحياة؟ يعني نص الطريق هي واحد يتفائل، وخاصة إذا مثل ملاك نحن متوقعين أنه تصح وكل شيء منيح، أكيد لازم نتفائل بكل الأحوال. بس ملك سبقتنا يعني، نحن قلنا لها تفائلي، هي كانت تسبقنا، هي بالاخر هي عم ترفع لنا معنوياتنا، ما نحن عم نرفع لها معنوياتها. بدي اتوجه لبيا لملك. شفناك بالريبورتاج انه حلقت شعرك بمطرح، خبرنا شوي. شعري كان طويل قبل ما بسر هيك. كان يعمل كوتشوفال؟ ايه بعدين اصلا
يعني بس أصلاً وأنا مرضت فعملنا سبق مين بيطلب مين بيطول أكتر، فطلعت أنا طولت أكتر. طويل أكتر شعري، خبرنا. بس صار هيك عنا الحادثة، حتى اللي شجع إنه ما يكون في شيء. نعم. هل تكون نعم أكيد. بدنا نحيي طبعا زوجتك، ما قدرت تكون معنا لانها حامل. بدي احييها عبر سينجت. انا بدي اشكركم كثير على وجودكم معنا. اهلا وسهلا فيكي دكتوره سمر. نحن بنحبها كثير لملاك، وهي بتحبكم كثير، تأجت لعنا الليله. وانا بدي اشكرك طبعا بيا لملاك. يلا ملك، شو بدنا نحكي انا وياكي هلا؟ بدي اقول للي هنا مركز الاطفال انه يس يعني سين جود ما بدي حدا يأذي، وما بدي حدا يفوت على المستشفى. إذا فات حدا على المستشفى وحكموا ما بيبكي، ما بدي حدا يبكي، بدي شوفوا كلهم مبسوطين. إن شاء الله تضلي مبسوطة أنت بهالحكي الحلو من طفلي عمرها 8 سنوات. أكيد وصل من قلبها لقلبكم. أنا بدي حيي كل طبعاً المشاهدين، وحيي كل اللي كانوا معنا الليلة. قصص جديدة، أغاني جديدة، أكيد رح نشوفها سوا.